أنا عارف طبعاً الموضوع محرج جداً، وأكيد عندك مليون سؤال. أنا إيه سبب وجودي هنا؟ وأنا مستعد أجاوب يا أستاذ حسن. لا الحقيقة أنا ما عنديش أي أسئلة من أي نوع، بس في الحقيقة أنا عندي كلام كتير قوي محتاج أقوله لو تسمحوا لي. طبعاً طبعاً تفضل. لو وجودي هيمنعك أنا ممكن أستأذن. لا لا بالعكس، أنا محتاج وجودك عشان تكون شاهد ما بيننا، لأني مش عارف أقول الكلام ده تاني. أنا أصلاً مش عارف إزاي جيت، ولو سألتني دلوقتي هقول لك يا ريتني ما جيت وفضلت بعيد. أنا يا أستاذ حسن إنسان مش بيعرف يواجه، ده عيب في شخصيتي، ودايماً كنت بحاول أهرب من المسؤولية، وتسببت في ظلم كبير قوي لنادية في حياتها بسبب العيوب دي في شخصيتي. أول ما جات لي فرصة أهرب من فكرة البيت والجواز والمسؤولية والبنات ودوشتهم، هربت بشكل مش محترم. أرجع أقولك في الآخر، إحنا كلنا نتاج لأهالينا، مفيش حد فينا كامل. يمكن أهلي علموني في المدارس، بس عمرهم ما فهموني يعني إيه بيت وجواز ومسؤولية، بدون خوض في تفاصيل كتير عشان أنا مش عايز أقلب المواجع. أنا يمكن زمان ما كانش عندي الخبرة والفهم الكافي علشان أعرف مدى القسوة اللي اتعاملت بيها مع نادية والبنات. مفيش حد في الدنيا ممكن يعرف مدى القسوة دي إلا اللي عاشها، وللأسف هي عاشتها بكل تفاصيلها. بالرغم من كده ما منعتش أي حد من البنات إنهم يكونوا على اتصال بيا، ولا شويت صورتي قدامهم. وأنا بس عندي تساؤل عن توقيت الزيارة. ده أحسن وقت يا أستاذ حسن. أنا ما كنتش حاضر آجي وأتكلم ونادية قدامي غير وهي متجوزة. عايز صراحة أكتر من كده؟ ولا كنت حاضر أحط عيني في عينيها غير في وجودك؟ أنا أكيد مش عايز أي حاجة من نادية ولا من البنات غير إن أشوفهم وأقعد معاهم وأقول لهم إن أنا موجود. أنا محتاج أشوف بناتي يا أستاذ حسن. حضرتك أكيد هتفهمني، أنا مش عايز حاجة أكتر من كده، نفسي أشوف بناتي. الوحيدة اللي كانت على اتصال بيا أروى، حتى لما جيت الفرح امبارح بالرغم من إن هي اللي قالت لي تعالى أخدتني بعيدة عشان ما بوظت فرحة أمها. طلعت لي بره هي ورمزي ووقفنا بعيد علشان نادية ما تشوفنيش. ومين قالك إن أنا ما شفتكش؟ بس كأني ما شفتكش، أنا أصلا مش شايفاك، ما ينفعش أشوفك. عارف يا حسن؟ الراجل ده هو اللي علمني معنى كلمة ندل. نادية أنا مش ندل، أنا ما كنتش قد المسؤولية. الندالة مش إنك مشيت، الندالة إنك ما قلتش إنك عاوز تمشي. كان ممكن تقول وكنت هسيبك عادي، كان ممكن تقول أنا عاوز أمشي كنت هديلك عذر. أنا مش ممكن أسيبك تقعد وأنت مش عاوز تقعد. أنت ندل يا يحيى. وعامة أنا علمت بناتي إن هما ما يعرفوش أندال. بس ده حقي إن أنا أشوف بناتي. اوعى تقول الكلمة دي تاني، انت مالكش اي حقوق، فاهم؟ انا لو طول اشيل اسمك من اساميهم كنت عملت كده من زمان. يا نادي انا اتغيرت، انا مش جاي اخدهم منك، انا كل اللي طالبه ان انا اشوفهم برضاكي. ما تقول حاجة يا استاذ حسن. يا نادي حتى عشان اسمائهم اللي مربوطة باسمي ارجوكي اسمعيني بقلبك، بلاش غضبك يكون سبب في حرماني من بناتي وانا في السن ده. حتى لو انا ظلمت بلاش انت تظلمي، انا ماليش غيرهم يا ناديه. جاي دلوقتي تقول الكلام ده؟ انا هقبل منك كل اللي انت عايزه تقوليه، بس ارجوكي خليني اشوفه. مش هيحصل، واروح حسابها معايا بعدين. ملهاش اي ذنب اروح، واخواتها كمان مالهمش ذنب. دلوقتي جاي تفتكر ان عندك بنات؟ Thank you.
باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. كلمتهم هما الاتنين الصبح محدش رد. حمدت ربنا بيني وبينك لو كان حد فيهم رد ما كنتش عارف اقول له ايه، خصوصا بقى لو اروى حكت لنادية اللي حصل امبارح. خلاص ما تعملش اي حاجة يا عم، شيل الفيشة. ايه شيل الفيشة دي؟ يعني انا قاعد احكي لك كل ده تقول لي ما تعملش حاجة شيل الفيشة؟ انت هتعمل ايه يعني؟ هي كده كده كانت هتعرف سواء منه او من اروى، وانت عارف يعني ايه واحد سايب بناته فوق العشر سنين وراجع مرة واحدة عشان عايز يثبت حضور؟ يثبت حضور؟ اه هيكون راجع ليه يعني؟ هو هيستفيد ايه عشان يثبت حضور؟ دي يمكن لسه بيحبها. بقول لك متجوز. ايه المشكلة؟ ما ممكن يطلق مراته ويرجع لنادية تاني. ايه الهبل ده؟ نادية عمتك اتجوزت حسن وبتحبه، وحتى لو ما كانتش متجوزة استحالة تفكر ترجع له في يوم من الأيام بعد اللي عمله فيها. مستحيل. مفيش حاجة اسمها مستحيل. أنا نفسي كنت مصدق إن مستحيل عمتي دي تتجوز تاني، ودي اتجوزت. متقلقش، هي هتعرف تتصرف. أنت وأختك بتعرفوا تتصرفوا في الأمور دي كويس أوي. إيه بقى الأمور اللي بنعرف نتصرف فيها؟ يعني بتلاقوا حل، ما بتغلبوش يعني. طب أنا شايفني وحش. عمتك نادية اللي روحك فيها بقت زيي؟ آه، ما كنتش زيك ليه يعني؟ هي عملت إيه؟ ده حقها؟ يا سيدي حقها. ما حدش قال حاجة. عارف يا إياب؟ كل ما بحاول أجي أتكلم معاك وأحاول أكسبك بتندمني. طب كويس. اديني غير عنك خالص وهسافر. اي حاجه فيها راحتك وسعادتك اعملها. انت مش محتاج تقولي كده على فكره. يا ابني كفايه استفزاز فيا. انت جنسك ايه؟ الاسوا والسواد اللي جواك دول جبتهم من ايه؟ جبتهم منك. لا مش مني، انا ما استاهلش منك كده. انت فعلا ما تستاهلش مني كده، انت تستاهل اكتر من كده. انت عايز مني ايه؟ انت ما عندكش حاجه عشان عاوزها منك، ما تسيبني في حالي بقى. لا مش هسيبك. انت ايه خلاص بقيت هوايتك تغلط فيا؟ انت موت امي. كانت ميته. لا كانت عايشه. انت كده والله العظيم كانت ميتة وانا رحمتها. انا عمري ما اعتبرتك ابويا، وانا عمري ما هشوفك ابني تاني. برا وصلت الاجهزة ليه؟ برا. ها؟ برا. منعت هذا ربنا ليه؟ برا. انا عمري ما هسامحك وموتها هيفضل في رقبتك. اطلع برا. برا. ليه كده يا إيهاب؟ ليه كده يا ابني؟ يا أستاذ حسن أنا مش عايز أي حاجة غير شكل علاقة محترم يجمعني بيهم ويفضلوا معاها. أنا غلطت في كل حاجة عملتها معاهم في حياتي، ومش عايز حاجة غير إني أنا أشوفهم وحاول اعوضهم على قد ما اقدر، وكل حاجة هتفضل زي ما هي. والله ما عايز حاجة غير كده. شكل البايظ قدامهم ده احاول اعدله شوية. لا نادية بتهيألي اللي من حقه يقول اه او لا هو البنات نفسه. حق يا نادية، ربنا ادالك راجل محترم قلبه كبير وبيحس. أنا عايز أشوف بناتي يا أستاذ حسن، محتاج أشوف بناتي. أنتِ إيه اللي نزلك؟ اطلعي نامي. نادية بقول لك اطلعي نامي. نادية ما ينفعش كده. اسمعي الكلام، اطلعي نامي. نادية مش معقول اللي بتعملي ده. انت مالكش دعوة اصلا، هي ما تعرفش ده مين. بقولك اطلعي نامي. تعالي هنا. تعملوا ايه هنا؟
فوق، اطلع فوق. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.